ولكن مصر ليست كأي دولة. مصر مرت عبر تاريخها بظروف وتحديات، من حروب ومن أحداث إرهابية ومن ثورات، مما لا شك فيه أثرت تأثير شديد على النمو الاقتصادي، وأيضا أثرت بشكل شديد على الخدمات الصحية، ومن ثم الأعداد ومعدلات الإنجاب ومعدلات النمو. حتى في ظل الأزمات كنا نشهد معدلات نمو آمنة، ثم نشهد بعدها انخفاض في معدلات النمو طبقا للأحداث، سواء أحداث أخيرة مثل أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، وأيضا الأزمات الاقتصادية العالمية التي عانى منها مثل ما عانت مصر اقتصاديا مع دول العالم. ولكن هل هي مصر فقط التي تعاني من زيادة في الأعداد السكان؟ دعونا نقارن ما بين مصر سنة 55 كان عدد سكانها 23.5، في هذا التوقيت ألمانيا كانت عددها 71، إذن ألمانيا كانت 3 أضعاف مصر، وإيطاليا كانت 48 مليون، يعني تقريبا ضعف سكان مصر في هذا التوقيت. هذا كان عام 1955. بنظرة سريعة إلى عام 23 نجد أن مصر وصلت إلى 105 مليون بزيادة 82 مليون مواطن في تقريبا 67 سنة. ألمانيا زادت 11 مليون وإيطاليا زادت 10 مليون، وبالتالي مصر بقت 7 أضعاف ألمانيا في 67 سنة، و7 أضعاف إيطاليا في أيضا 67 سنة. ده أثر على نصيب الفرد من الدخل القومي، وده منطقي، عندما يزيد السكان يبقى معدل الإنفاق على الخدمات متسارع، يبقى نصيب الفرد في الإنفاق أو في الدخل القومي بيقل. ومن هنا نلاحظ الفرق الكبير ما بين نصيب الفرد في الناتج القومي المحلي. إذا نظرنا إلى بعض الدول الشبيهة التي بدأت معنا البرنامج السكاني منذ الستينات، نجد أن هذه الدول حققت الرقم الأعلى، هو الرقم معدلات الإنجاب للسيدات في سن الإنجاب، والرقم السفلي هو الرقم الذي وصلت إليه بعد نجاح معدلات الأداء في القضية السكانية. مصر حققت من 6.7 إلى 2.9، لكن هل هذا هو المرجو؟ بالتأكيد لا. كنا نتمنى أن نصل بعد 60 سنة من العمل في القضية السكانية إلى على الأقل نصل إلى 2.1، وهو معدل الإحلال، حتى يستطيع أن يكون هناك توازن حقيقي بين متوسطات الإنجاب وأيضا على النمو الاقتصادي. إذا قارنا مصر وإيران وتركيا، نجد أن مصر مرشحة في ما بين في 10 سنوات من سنة 2040 ل2050 طبقا للتركيبة السكانية الحالية أن تزداد إلى 17 مليون، وفي المقابل إيران التي نجحت في هذه في تنفيذ البرنامج السكاني تزيد في 10 سنوات 1 مليون، وتركيا تزيد ب3 مليون. من المؤكد أن الفائض في الادخار من الناتج القومي المحلي سيعود على رفاهية المواطن وسيعود على تحسين الخصائص السكانية. وهذا أدى إلى زيادة في المزايا الاجتماعية والدعم والمنح التي تبنتها الدولة، حتى نصل إلى 549 مليار جنيه مقارنة بالأعوام القليلة الماضية ب 343 أو 356، عشان تتماشى أو لأجل أنها تتكيف مع الزيادة السكانية. حتى إذا نظرنا إلى معدل ونصيب الفرد من الناتج القومي المحلي مقارنة بدول كثيرة، نجد أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر التي تحسنت عبر السنوات، لكن نصيب الفرد في الناتج المحلي ظل متواضعا. وبالتالي نستطيع أن نقول أن تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري إذا تبنته مصر سوف يحقق لها أرباح وفوائد.